يا اهلا بكل حضراتكم مره تانية. الفقره دي هنتكلم من خلالها في موضوع اعتقد انه يهم كتير جدا 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 من الاهالي اولياء الامور اللي عندهم اطفال صغيرين وحاسين ان اولادهم دول عندهم مشكله ما في قوه الشخصيه، ما عندهمش قدره على الرد، ما بيعرفوش يسجلوا موقف، وفي بعض الاحيان ما بيعرفوش حتى يدافعوا عن نفسهم، فبالتالي بينتج عندها مشاكل يوميه بيتعرض لها ولادهم في المدارس في الفئات العمريه المختلفه. تعالوا نتكلم عن دور الرياضه بقى في التفصيله دي، الرياضه وانعكاساتها على فكره تعزيز الثقه بالنفس، موضوع اعتقد ان هو في منتهى الاهميه. تاني نرجع ونقول خصوصا وان كتير من الاهالي عندهم مشكله كبيره في هذا الإطار. تعالوا نفتح الملف ده ونعرف تفاصيله ايه من خلال ضيفتنا العزيزة اللي هتنورنا في هذه الفقرة، وخصوصا ان هي طبعا متخصصة في هذا الأمر، منورانا ومشرفانا الأستاذة أماني عبد العال، أخصائي نفسي إكلينيكي بجامعة عين شمس. صباح الفل على حضرتك. صباح الورد عليكم. أهلا بيكي. ويعني انا عاده ما ببديش رايي في الضيوف، بس يعني انا عاجبني الستايل جدا بجد. لا لا انت شفتني بدايه زي والله انا بحضر ده للمره الاولى. والله يا عم انا برضه كان في ناس بتجيلنا برضه ما يقلوش عن حضرتك وداخلين علينا مطقمين، بس هي انت اللي نلتي الستايل. لا بجد منورانا استاذه اماني، وعليك الحلوه طبعا جدا للصبح، وملف مهم جدا. وهبدا من فكره هنا ان دايما واحنا صغيرين نسمع رياضه مهمه لتعزيز الثقه بالنفس، واللي هي بتحسن المود والنفسيه والحاجات دي كلها. صحيح. في ناس لحد اللحظه دي ممكن يبقوا عايشين 20 30 40 سنه ومش مصدقين ان الرياضه بتعمل كل الفوائد دي، فممكن نبدا من النقطه دي للناس. تقول لك انتوا بتقولوا اي كلام علشان بس تشجعوا الناس على الرياضه، لكن ما فيش الكلام ده ما بنحسوش حتى. صحيح. ايه السبب؟ طيب خلينا نقول اصلا ان الرياضه انتي ديبريسنت وانتي انكزايتي طبيعي، مضاد للاكتئاب، مضاد اكتئاب ومضاد للقلق طبيعي. يعني من غير ما اخد دواء، لو انا عندي قلق عالي، لو انا عندي توتر عالي، لو انا بتعرض لضغوط شديده وابتديت ادخل في حاله اكتئابيه، فالحقيقه ان المخ بيعمل حاجه لطيفه جدا، لما ببتدي امارس الرياضه بيفرز لي ماده الاندروفين، والماده دي بتخليني اكثر راحه اكثر سعاده، فبكون اكثر استقرار. لان وقت الضغوط زي مثلا الامتحانات، امتحانات الثانويه العامه يعني اقرب حاجه احنا لسه مرين بيها، والنتيجه وحاجه كانت صعبه جدا حقيقي. فالوقت ده الاهالي والاولاد بيكون عندهم قلق وتوتر شديد وعالي جدا. فاللي بيحصل ان دي مشاعر، والحقيقه ان المشاعر والانفعالات ليها وظيفه، هي بتنبهني بتقول لي ركز، ده انت عندك امتحان الصبح، يلا ذاكر، انت عندك انترفيو، انت عندك ضمير. بالظبط. وكل واحد وضميره. ايوه الموجد. الموجد في ناس ما عندهاش، يعني احنا عايزين يوجد بس بشكل لطيف، بشكل كويس، لحد ما هو يكون دافع ليا للانجاز، دي حاجه حلوه جدا. لكن لما يزيد عن حده بقى يقلب ضده تماما ويدخلني في دوامه كبيره جدا. توتر واكتئاب وعدم ثقه بالنفس والكلام ده كله. بالظبط. فالفكره انه القلق والتوتر لما بيزيد والخوف بيزيد بزياده، فالحقيقه ان الوقت ده اللي بيحصل ان فيه كده بنتخيل ان الجزء اللي في النص ده بتاع المشاعر ان هي بوابه، البوابه دي بتقعد تفتح قوي، فتعطل الجزء الامامي للمخ اللي هو مسؤول بقى عن القرارات وان هو يفكر، فالجزء الكورتكس اللي في الوش ده يتعطل، وتبتدي المشاعر هي يعني شغاله بس. في تفاعلات كيميائيه حضرتك عايز تقولي؟ بالظبط، الله ينور عليك. أوكي. فاللي بيحصل الوقت ده التايم ده انا بكون متعطل، فيجي الولد عنده امتحان بعد يومين انا مش عارف اذاكر، انا من كتر القلق والخوف تلاقيهم بيجوا العياده. وفي كمان صح ناس تقول لك انا مش عارفه افكر، انا مش عارفه اتصرف، انا خلاص مخي وقف. صح، هو فعلا ده اللي بيحصل، هو فعلا مخه بيقف، لان الجزء الامامي بيقف تماما وبوابه المشاعر هي المفتوحه على الاخر. الرياضه بقى ليها دور فعال جدا في انها الحاجات الهرمونات اللي بتتفرز، كورتيزون بقى والادرينالين، لانه المخ مش بيبقى مفرق ما بين هو في خطر دلوقتي ولا لا. انا شايف الجسم في حاله تاهب ودلوقتي متوتر، فانا بفرز له هرمونات تخليه يقدر للكر والفر. زي مثلا دلوقتي هعدي الشارع فعربيه جايه بسرعه، فلازم في سكر يتحرق وهرمونات تتفرز عشان اقدر اعدي بسرعه. عندي دخل علينا حرامي دلوقتي الاستوديو، لو احنا ما عندناش قلق وتوتر هنقعده جنبنا. والله لو الفار دخل بقى وحد عنده بس قتلناه ما سبناهوش، بس دي بتحصل يعني. عايز اقول كل الهرمونات بقى تبدا افرازها. ولا اللي شفته هتلاقي انا اللي شفته يعني رهوان في الوقت ده طبعا. فبيكون ساعتها الهرمونات دي مفيده، لكن لو في التوقيت ده انا مش قادر ان انا ما عنديش الخطر، والافكار بس السلبيه واكترار الافكار دي والاوفر ثينكينج هو اللي معطلني، فانا مش محتاجها. فالرياضه بفرغ فيها هذه الانفعالات فتفضي ده.
طب لأن ده على صعيد الطاقة الفسيولوجي، لكن على صعيد بقى تكوين الشخصية بالظبط المراحل السنية الصغيرة، ليه دايما بيتقال لكتير من الأهالي إن الحل الوحيد لمشكلتك أيا كان نوع مشكلته إيه مع ابنه إنه يلعب رياضة؟ تمام، هو جزء من الحل. يعني دايما الرياضة يعني ثلاث أرباع البرامج النفسية بنلاقينا بننصح الآباء والأمهات عنده مشاكل سلوكية، عنده ADHD، عنده لو سيلف كونفيدنس ولو سيلف استيم، ثقة نفس قليلة وتقدير ذات قليل، بنعمل إيه؟ بنقول لها لا ده محتاج يدخل رياضة. الرياضة بقى ليها عوامل كتير قوي مهمة في السن ده. أول حاجة بتعلمه إن هو ينساق، لأن في قوانين في قواعد كل لعبة بتحكمها، قواعد وقوانين، وفي مدرب بسمع كلامه، في تعاون ما بين الفريق كله، خاصة الألعاب الجماعية تكون مفيدة جدا للأطفال في السن ده، بيتحمل المسؤولية كمان، بتزود الانتباه والتركيز، لأن احنا قلنا ان هي هتفرز كمان مواد هتخليني أكثر هدوءا وراحة، فبالتالي هكون أكثر صفاء ذهنيا وهركز أكثر. مش بس كده، ده في دراسات نفسيه بقى اثبتت كتير جدا ان الاطفال اللي بتلعب رياضه قدرتهم على الانجاز الاكاديمي اعلى. بعكس بقى الاولياء الامور تعطلهم ومش عارف. دي بقى كارثه بقى، كويس قوي ان انت قلتي ده، دي كارثه بتحصل. يجي الولد او البنت شغالين وبيلعبوا رياضه، للاسف البنات بيحصل معاهم ده كمان اكتر، يجي مرحله البلوغ وتكبر لا اقعدي من الباليه، لا اقعدي من السباحه. طب دي هي بتلعب طول عمرها في الوقت ده، فلاقي ان البنت لحد سن 10 سنين 11 سنه عندها ثقه بنفسها ومتفتحه، يعني بيخلوها تكره ان هي كبرت. حاجه صعبه، الله ينور عليكي، فاربط بقى شيء صعب جدا. واصلا مرحله المراهقه هي فيها ضغوط لوحدها، ده هو في صراع نفسي اجتماعي شديد جدا بيحصل عليه، وضغوط كبيره جدا مع السوشيال ميديا ومع شكل الجسم ومع كل ده. ففي الوقت ده لما انا بوقف الرياضه، بالعكس ده انا بزود هذا الصراع. فالرياضه ده احنا محتاجينها كمان جدا في مرحله المراهقه. بما انكم انتوا الاثنين بقى فتحتوا كمان باب في منتهى الاهميه الحقيقه، بالمره خلينا نستفيد من وجود حضرتك معانا، وطبقا لخبراتك التراكميه، ايه اكتر الغلطات شيوعا لاحظتيها مع اولياء الامور في علاقتهم باولادهم، برضو عشان ننور التفاصيل دي للناس؟ تمام، هو فكره ان انا بمنع دايما الطفل او الولد او المراهق عن الحاجه اللي بيحبها. أوكي. بحجه ان انا هعطله، لا اصل انت داخل ثانويه عامه، خلاص بقى قفل الابواب، قفل الشبابيك، خلاص مفيش خروج، مفيش اكتيفيتيز تتعمل، لو بيلعب رياضه يسيبها، لو بيعمل اكتيفيتي، بيحب مزيكا، بيعمل اي حاجه. أوكي. هوقف ده كله تماما، وده غلط. بيحس ضغط شديد جدا نفسي، ان هو اوريدي احنا عندنا بعبع اسمه الثانويه العامه، انا بسميه البعبع، مسمينه كده الحقيقه. شكل كده يعني. عندك حد في ثانويه عامه؟ عندي حالات كتير قوي ثانويه عامه حالات كتير بتيجي، والحقيقه ان الموضوع مؤلم، يعني بيوصل لحد الانتحار، يعني ان هم يقبلوا يقبلوا على الانتحار. فعشان ايه كل ده يا جماعه؟ يعني انا محتاج اسالونا، بس لو يسالونا هنقول لهم مفيش داعي لده خالص. بالظبط، احنا جايين من المستقبل من كده تماما يا جماعه والله. مع ان انا كنت جايبه ادبي 91%، يعني كنت شاطره، بس يعني لما كبرت فهمت ان ما كانش مستاهل كل ده برضه. كانش مستاهل، لان احنا عندنا اوهام كده، اوهام اسمها كليات قمه كليات قلق. هو العلم كله قمه، والعلم كله عظيم، المهم تبقى ناجح في حياتك في شغلك. صحيح. مش لازم خالص، دي نقطه مهمه جدا، 100% والكلام ده صحيح. صحيح. ايه تاني الاهالي بيعملوه غلط مع اولادهم؟ ايه تاني؟ والله الاهالي بيعملوا حاجات كتير قوي، الكوارث كلها جايه من الاهالي. عشان نقطم الاهالي اللي بيتابعونا النهارده، تقولي لهم ايه؟ الحقيقه انه الاهالي كمان، يعني خلينا نقول ان هم مش بس فكره بقى رياضه وان هم يوقفوا الحاجات، فكره التوبيخ، فكره الاهانه، فكره العقاب. فكرة والعقاب قدام الناس كمان، قدام صحابه ان بابليك، ده كارثه ثانيه. ده صحيح. يعني هي كارثه حقيقيه، واحنا على جنب لوحدنا، واحنا كمان قدام الناس كارثه. كارثه صح. فالعقاب الشديد، العقاب اللفظي، اربط، اخلي الطفل يربط ما بين حب ليه وما بين الحاجه اللي بيعملها. لا انت ما عملتش كده مش هحبك، انا ما هش حباك عشان عامل كده. لا افرق ما بين السلوك انا بحبك في كل حاجه، بس بالزبط. نفسي انك تبقى ماشي مثلا صح عشانك، يعني مش عشان حد تاني برضه. قصه ان انت برضه تربط التربيه بان عشان الناس وعشان فلان ابنه مش عارف، الكلام ده المقارنات كارثه تانيه. والتمييز ما بين الولد والبنت جوه البيت، والتمييز ما بين الاولاد، يعني اكتر حاجات بتجيلنا في العياده بتي كلها هيستوري نفسي على علاقة الولد أو البنت بأهله. يعني يجي شاب كبير عنده 25 سنة بيكلم في ده، فحقيقي الموضوع بيأثر. فأجي أتنمر على ابني قدام الناس، أجي أتكلم عليه بشكل مش لطيف، أقول له أصلا ما بيزعلش من هزار. لا أنت مش عارف إيه اللي بيحصل جواه، مش معنى إن هو ما أظهرش ده إنه مش متأثر. بالمناسبة بقى الرياضة بتساعد جدا إن أنا يبقى عندي كفاءة، بترفع الكفاءة.
فهو بيحس بنفسه، ايه ده انا بنجز، انا بعمل انجاز، انا بتفوق في حته معينه في جزء معين، فده بيخلي تقدير ذاتي وثقتي بنفسي كمان تزيد. فده بيكون حاجه كمان بتعملها رياضه حلو، فاقدر احارب التنمر بقى لو انا اتعرضت للتنمر، لو انا اتعرضت لاي نوع من انواع العنف. انا عمري ما اتعرضت للتنمر، انا مش عارفه ليه. ده انت حظك حلو. لا انا عايزه اعرف، حاجه حلوه جدا. انت هيتنمروا عليكي ليه يا ست الكل؟ والله عايزه اقول لك والله العظيم عمري، يعني انا كنت بدافع دايما عن الناس اللي معانا الغلبانين يعني واحنا اطفال، بس انا عمري ما اتعرضت للتنمر. هل ده ليه بقى يعني؟ هقول لك بقى، لان احنا اصلا جسمنا ده برضه يعني بنقعد نسمعها دلوقتي كتير، بس ايامنا ما كانش فيه قوي الكلام ده. ما كانش يعني، ما هي التنمر هو ايه؟ انا بتريق ولا بدافع إيه؟ ولا حد بيضايق، واقول انا بهزر، انت زعلت انا بهزر دايما كده. ده يعني ده اللي بيتقال. شكلي كده، افتكري كده تقريبا انا مش عارفه اجمعها. يلا حاجات فاتت مش مشكله. جسمنا على فكره بيطلع طاقه، لان انا لو ماشيه واثقه من نفسي وطريقتي فيها ثقة بنفسي، بعرف أدافع، كل ده بيمنع عني جزء كبير جدا من التنمر. كل دي حاجات الرياضة بتعززها جدا في الشخص. جدا جدا. والدراسات اللي بتقول كده، خليني أقول لكم كمان دراسة اتعملت طولية، يعني مسكوا أطفال من سن 6 سنين لحد ما كملوا 18 سنة. الدراسة دي اتعملت في هولندا، فالدراسة المطولة دي لقوا فيها إن الأطفال اللي كملوا في الرياضة من أول 6 سنين لحد ما كبروا مرحلة الثانوي وخلصوها، كان عندهم انجاز علمي اكاديمي اعلى، انتباه وتركيز اعلى، سمات شخصيه بقى بتتميز بالمسؤوليه، بروح التعاون، بالثقه بالنفس. فحقيقي حتى الدراسات النفسيه كمان بتاكد على اهميه الرياضه وعلاقتها بصحتنا النفسيه. طيب استاذه اماني، عشان الوقت بيجي، بس مهم جدا من كلامك، ويمكن كمان الفقره اللي فاتت ربطنا الكلام ده بسؤالي، هي في اهالي فعلا بيربوا غلط لان هم عندهم مشاكل، يعني نسميها نفسيه، نسميها تروما، هم نفسهم اتربوا غلط وهذا ما وجدنا عليه ابائنا. للاسف يعني بنكمل. احنا بنيجي نعالج الاجيال الجديده، بس صحيح. الاساس بيبقى، وده بنشوفها كتير جدا، صح. الاصل بيبقى الاب والام هم اللي ربوا غلط، لان هم اللي عندهم مشاكل اصلا. يعني لما تيجي بقى تحطي ايدك على حضرتك، طبعا اخصائيه في هذا المجال والمعنيين بحل المشاكل اللي زي كده، هتبداوا منين؟ ما هتحلوا الحالي، ولا هتروحوا تقولوا للاهالي ان المشكله فيكوا وهم مش هيقبلوا حتى ده؟ فانت في ثقافه ان الاهل ما بيغلطوش، احنا اتربينا كده حتى كلنا، يعني بنعتذر في اي حاجه يعني عشان لو بيتفرجوا. لا انا بهزر. ده احنا قطعنا الدنيا، بتعتذري على ايه يا ست؟ بابا ومامتي، ده احنا فضلنا شويه نقول الاهالي محتاجين نربيهم هم الاول. هو في زي اهالينا يا جماعه؟ بنهزر. فهماني؟ فيعني لا، الموضوع سيركل مرتبطة ببعضها، وما تعرفيش فعلا عشان تحليها هتحطي ايدك على انهي زاوية. محتاجين بقى نكسر هذه دايرة العنف اللي مكملة معانا من واحنا صغيرين دي، محتاجين نكسرها. بس الحقيقة بالعكس تماما، انا عايزة اقول لكم ان الاهالي بجد بتستجيب، لان هي بتبقى فعلا مش فاهمة، ما عندهاش المعرفة، مش عارفة ان انا لما بوبخ ابني، لما بطلعه من الرياضة، لما بتنمر عليه، لما بعمل كل ده، ان انا بأثر عليه نفسيا. لا، ده انا بربيه، انا بقومه. طبعا في ناس طريقه كده بالغلط، تربيه ايجابيه، احنا عايزين نربي جيل سليم. في ناس بتعتبر ان هي لما تقول لابنها يا فاشل يا فاشل، ده تحفيز بالنسبه لها. انت متخيله الموضوع واصل لفين؟ دي حقيقه. طبعا انا بشتغل في كليه الدراسات، بشتغل في كليه الدراسات العليا للطفوله، فبيجي لنا اهالي. فالحقيقه احنا بنشتغل بقى على ناحيتين، انا بشتغل كونسلنج الاول مع الاهل، لازم أهل الاهل وافهمه ازاي يتعاملوا مع حسب المرحله العمريه، ما هو الطفل غير اكيد المراهق غير عشان يساعدوكي في اللي انت بتعمليه مع اولادهم. والجزء الثاني فالبرنامج العلاجي مقسوم اتنين، الجزء الثاني بقى مع الطفل حسب المشكله اللي عنده، محتاج برنامج لتعزيز الثقه بالنفس حسب الحاجه اللي عنده، فرط حركه، ايا كان المشكله. فاحنا طبعا لازم نشتغل على الجانبين، الاثنين بيكملوا بعض. استاذ اماني، احنا مش هنقول غير حاجه واحده، نورتينا. ميرسي والله العظيم، ثلاثة نورتينا والله بنورك، وافدتينا بوجودك معانا. شكرا جزيلا. فكرة جميلة، وان شاء الله يبقى لينا لقاء تاني، لان هو ملف كبير طبعا، اكيد نناقشه بزوايا مختلفة. شكرا ليك يا استاذة اماني جدا. ميرسي، شكرا جزيلا. شكرا.